يا فتيات، هل تعرفون كم أنا متعبة؟ بحاجة للحصول على قسط من الراحة. لكن هذه الغرفة فوضوية جداً. لا تقولي. نعم، لم ينظفوا هنا منذ فترة طويلة جداً. أوه، هناك الكثير من الشبكات، هذا مقرف. ماذا أفعل الآن؟ هاي، أنت تنفخينني بعيداً. في الواقع لدي قوة خارقة أيضاً. خذي هذا. هاي، الآن سألفك بالنباتات. إذاً سأضطر إلى إشعال النار في رأسك. ساعدوني. ماذا فعلت؟ انتهى الأمر. إذا كنت لا تريدين بطريقة جيدة ستكون بطريقة سيئة. أنا ولوسي سنرغمك بالتأكيد. سوف نرى. حسناً. لقد كسرنا الغرفة بأكملها. كسرنا؟ كله بسببك. بالمناسبة لدي خطة رائعة. شاركي هذه الخطة مع الجميع. هيا دعونا نرى ماذا في الداخل. حان الوقت لتحويل هذه الغرفة المدمرة. دعونا نبني سريرا جديدا رائعا. هذا صحيح يا فتيات، دعونا نعمل معا. هيا بنا. نحتاج اولا الى التخلص من كل القمامة. لماذا يوجد الكثير من الأشياء غير الضرورية؟ لم أكن لأظن أبداً أن قدراتي ستكون مفيدة أثناء التنظيف. جاهز؟ يمكنني أيضاً تحريك الأسرة. لكن هذا لا يكفي. الشيء الرئيسي هو التخلص من بقايا الحطام الصغيرة التي تعاملت معها بنجاح. جميل، ما هي خطتنا بعد ذلك؟ بعد ذلك عملك ليلي. بكل سرور. الآن سأزرع نفس البذور السحرية في هذه الأرضية السحرية وسأرويها كلها. بالمناسبة إنه سحري أيضا. رائع. الآن سينمو سرير حقيقي من هذه البذور. انظر كم هو جميل وقوي. خلاب. لكن سرير واحد لن يكون كافيا بالنسبة لنا. نحن بحاجة إلى واحد ثاني على الفور. أنا وقوتي الخارقة بالتأكيد سوف أتعامل مع هذا. جاهز. الآن لدينا سريرين رائعين. يا فتيات، حان وقت الطلاء. اتضح أن هذا النشاط مريح للغاية. هذه النباتات تتداخل مع الطلاء. مرعب، يا له من وسخ. الطلاء يجب أن يخفي هذا الرعب. يجب أن يكون رائعا حقا. كم أحب هذا الطلاء والألوان. يا فتيات، عليكم أن تتذكروا أن تصعدوا إلى الطابق الثاني. الدرج بحاجة إلى طلاء أيضا. بالطبع، لكن من الأفضل أن أطير بمساعدة قدراتي. هكذا. بالمناسبة، لا تنسوا أن تلونوا الطابق الثاني بعناية مثل الأول. يا له من سرير رائع لدينا. أوافقك. يا فتيات، أحسن عملاً. انتهت المرحلة الأولى. الآن نحن بحاجة إلى الاعتناء بالراحة. بالأحرى لجعل السرير مريحاً وناعماً بشكل لا يصدق. بالإضافة إلى ذلك، لن يضر تزيينه بالنباتات.
كم هذا لطيف! بعد ذلك يجب أن يفهم الجميع سبب كون النباتات أفضل أصدقاء للإنسان. لا يمكن فقط صنع الزخرفة رائعة لأي شيء، لكن أيضاً جدراً حقيقية حتى لا يزعجني أحد أثناء نومي. أصبح أريح وأهدأ. ليلي، لقد أوشكت على الانتهاء. حان الوقت بالنسبة لي لتجديد الجزء الخاص بي من السرير. لا شيء أكثر نعومة من سحابة بيضاء رقيقة. أحتاج فقط إلى توزيعها حول المحيط وإضافة إضاءة لطيفة. يا له من جمال! أشعر وكأنني أجلس على سحابة حقيقية. سحر حقيقي! أنا أيضاً أحضرت جميع أنواع البطانيات والوسائد، لكن هذا لا يكفي بالنسبة لي. سيكون مثالياً إذا أضفت بركة. لوسي، هل يمكنك مساعدتي؟ أحتاجك لنفخها. بسهولة، أفعل كل شيء من أجل أصدقائي. شكراً جزيلاً. رائع وبسرعة. يبقى فقط ملؤه بالماء. مثالي. الآن سريري أكثر متعة. لا يوجد شيء أكثر روعة من المرح في حمام السباحة. أعتقد أن الجميع يوافقني على ذلك، خاصة عندما يكون لدي هذه البطة اللطيفة في مكان قريب. حسناً، انتهيت. لوسي، أحتاج إلى مساعدتك مرة أخرى. جففيني. حسناً، هيا. شكراً جزيلاً. لا تشتتي انتباهي بعد الآن، أنا أتأمل. لا يوجد شيء أكثر راحة من بطانية حمراء ووسائد حمراء. بينما كنت أقوم بتزيين السرير، كنت أرغب حقاً في تناول الطعام. أعتقد أنني أعرف ماذا سأتناول على الغداء اليوم. أولاً، أنا بحاجة إلى نار. جاهز؟ والآن على هذه النار سأصنع لنفسي مارشميلو لذيذة. أوه نعم، أنا أحب المارشميلو. يا فتيات، تمنوا لي شهية طيبة. شيء مفقود هنا. أحتاج إلى إضافة بعض التفاصيل، على سبيل المثال الزهور. يتناسبون تماماً مع هذه الزينة. ما زلت بحاجة إلى إضافة بعض الضوء. أنا جائعة حقاً. هل يمانع أحدكم إذا زرعت شجرة برتقال بجانب أسرتنا؟ أنا مع ذلك. رائع. أنا أحب البرتقال، بالإضافة إلى أنه خيار رائع لتناول وجبة غداء شهية. أنا آكل فقط الأطعمة النباتية. أتفق مع ليلي، أفتقد التفاصيل أيضاً. فكرة، الستائر الحمراء مثالية. روعة. الآن أشعر حقاً بأنني في منزلي. مريح جداً وجميل. أنا فقط بحاجة لإضافة بعض الضوء. والآن مثالي. لدي شيء ناقص أيضاً. ما هو؟ بالضبط. ماذا يا سمكة؟ سأقوم قريباً بإعداد شريحة لحم لذيذة منك. لا تقلقي، لن أعطيك لهذا المجنون. مهلاً، أين السمكة؟ ماذا سوف أكل؟ الآن لدي صديق. سأدعوك نيمو. سيصبح عالمي المائي الصغير أكثر هدوءاً. ماذا سأضيف أيضاً؟ بالضبط. لن أمانع لو عزلت قليلاً بالستارة حتى أتمكن من خلق إحساس كامل بالخصوصية.
بالطبع، القليل من الضوء لا يضر أبداً. روعة. وأنا ينقصني أصدقائي الغيوم، لكنني سأصلح الوضع بسرعة. ربما هذا ليس كل شيء. قوس قزح يتناسب تماماً بين السحب. من منا لا يحب قوس قزح؟ هؤلاء الناس ببساطة غير موجودين. كم هذا لطيف، يمكنني الإعجاب بهذا إلى الأبد. يا فتيات، أنتم على حق، الستائر جيدة بالنسبة لي أيضاً. بمساعدتهم يمكنني إنشاء تأثير أنني أجلس بالفعل على الغيوم في السماء. يبقى فقط إضافة الضوء. ما رأيكم؟ أعتقد أنه رائع. يا فتيات، إذا انتهينا كلنا فلنحتفل بحفلة ديسكو. نحن حقا أذكياء. انتظروا، سأحضر شيئا أيضا. لحظة فقط، لقد صنعت كعكة رائعة، يبقى فقط إضافة الكريمة. رائع. أها، كيك، هذا بالضبط ما أحتاج. لماذا يومي هكذا؟ أين يذهب كل طعامي؟ يا فتيات، أحضرت كعكة، دعونا نأكلها بسرعة تكريما لمنازلنا الجديدة. شكرا. نعم، شهية. يا لها من رائحة. لذيذ، لكن من الواضح أن قطعة واحدة لا تكفي. من الجيد أن لدليلي مكمل. مهلا ديس، كيف تجرؤي على سرقة الكعكة؟ أعتقدت أننا لن نتقاتل، لكنك أرغمتيني. كيف استطعت أيتها اللصة؟ أنت خربت كل شيء، كيف لا تخجلي؟ دعونا نبني من جديد. لن أفعل أي شيء. بسرعة اشتركوا في ملتيدو حتى لا تفوتوا نفس التحديات المثيرة وغير العادية. معا ستعرفون دائما كيف تبتهجون. ودعاً.